كان واحد الماتش بحال اللي شفتو كاملين يا في دو ريتم يا في دو لا كاليتي سي دي ماتش دو او نيفو اي في لي ماتش ديال او نيفو il faut les joueurs de haut niveau donc الحمد لله aujourd'hui on a répondu présent mais نقولكم شي حاجه بلا الجمهور ديالنا aujourd'hui ça allait très très difficile surtout marqué علينا le premier but pour moi ça donne هذيك la force و شفتو اليوم كلشي كان كيجري كلشي تقاتل والحمد لله قلنا نسينا هذيك الادرينالين وهذيك بوركوا بورسكو اون جو فوتبول سي هذاك الشيء اللي كيعطينا هذيك لا فولي هذيك لي سير سير وهذيك كاملين الحمد لله لا غرينتا هذاك الشيء اللي كان خصنا وخصنا نزيدوا لقدام عاد باقي ما عملنا والو الكوتش خلنا هنا الفرقه وخصنا نزيدوا حنايا نعطيو هذاك الشيء اللي كاين وقال لنا ولا عملنا الريتم حتى واحد ما يقدر يغلبنا هو هادشي اللي زدنا والحمد لله ونا راجل 3-1 جو بونس غادي يعطينا غير 3 بوان بور المومون اي ان بو بلوس دو كونفيونس اي اوسي نخرجوا من ديك لا سبيرال نيجاتيف لي ديال لي دو ديفيت اش كانوا تري ديفيسيل ا ديجيري مي الحمد لله افيك اون ريست لا تيت فرويد سورتو اوجوردي سيتي ان فينال كوم كلشي عارف اي اون ا بيان جيري سا يفو كون كونتينيو شكرا بزاف زي تي مانيفيك و كونتينيو ا نو سوبورتي اي سويي باسيون اكنو ان شاء الله اون فا فو روند فيير